تقدر يلمها بدل ما يبقى عندك خمس ست معارك، يبقى عندك معركه واحده وتخلص زي ما احنا قلنا بالخروج امن مثلا بطريقه معينه. هو واضح، واضح ان العلاقه بينهم بين امير وشيكابالا قويه، لكن وجهه نظر رئيس نادي الزمالك مغايره. بس خلينا نتكلم بمزيد من الجراه. هو الشعب المصري يلفظ مفهوم التوريث حتى وان كان الابن هو العبقري الوحيد في الكون، ولا انتم معايا في الموضوع ده؟ بس عشان نكون واضحين، موضوع التوريث هنا استراتيجيته اكتر من اتجاه. في حاجه اسمها انتخابات. احمد مرتضى منصور اما نجح السنه المره اللي قبل دي عن طريق الجمعيه العموميه، تمام بالزبط. لا وبعدين لو كان نجح نائب رئيس حاليا هنقول شابوه، مش دي انتخابات صح؟ هل كان يقال ان هي توريث؟ الحاجه الثانيه انه اختيار احمد مرتضى موجود طول الوقت. انا ما عنديش مانع، انا من الناس اللي شايفه انه ما لم يفعله مبارك قد يفعله مرتضى في الزمالك. ما يفعله مرتضى في مبارك مع مصر عن تعيين جمال ممكن يتحول الامر مع الوقت ان يقدر مرتضى منصور عن طريق الجمعيه العموميه، خلي بالك انتخابات انا فاهم، انه يبقى امير او احمد في يوم من الايام يبقى رئيس. لا عد اللفظ ده تاني، ما لم يفعله مبارك مع مصر قد يفعله مرتضى منصور مع الزمالك. هو قاله اكثر من مره شاهد، انا قريته له على الاستاذ، يعني الراجل بيقول رايه ما غيرش رايه من هنا لهنا. لكن التوريث نادي الزمالك هو الاصل، اصل هو الاصل. ما هو حماده امام، خلينا نتكلم. حازم امام لما طلع الناس هجمته بشكل بشع، وقال ده بيلعب مجامله لا عشان ابوه مش كده. شريف منير حسن لما دخل مجلس اداره اتقال عشان ابن منير حسن. كريم حسن شحاته كان حقق 9000 صوت وكان رقم كبير جدا، وكان مصطفى سيف العماري عشان ابو سيف العماري، احمد جلال ابراهيم، عبد الله جورج سعد. اذا انت بتتكلمش في فكره التوريث دي، مش فوبيا في نادي الزمالك تحديدا، مش فوبيا. لا ما هو بص، ازمه التوريث ظهرت جليه ليس فيما هو مشروع، خلينا بس نفكر مع بعضنا بصوت عالي، ليس فيما هو. انا اتفق معاكم.